الاسم هو اللي بمبين لقب عيادون. شو خويا العزيز، انا جيت نقدم الترشح تاعي للانتخابات الرئاسية افريل 2019 منذ بلوغ السن الخامسة، وادركت ان اسمي اسم ينتمي للأمة. كان عندي ادراك كامل ويقين شافي باللي في يوم من الايام بينواجه تحدي. التحدي هذا اليوم جاء وقته. الوالدة الله يذكرها بخير شافت رؤيا، جاء عندها الرئيس هواري بومدين رحمه الله، قال لها بايزيد عندك مولود سميه عليا يكون فال تاع خير للبلاد. تسمى انت هو الفال الخير تاع الجزائر. المستقبل هو اللي يحدد، ما نقدرش نعرف. فاش راك رايح للبلاد؟ راني غادي ركبه، ممكن طاكسي ممكن تران، لانه السته اللي اجتمعوا من اجل تفجير الثوره الجزائريه ما كانش عندهم حتى السلاح الابيض بغض النظر على المال والممتلكات. اليوم لكن نقولوا لكل زمان رجاله، سواء تمشوا في طريق الرجال سواء نقولوا احنا نعترفوا. كلمه للشعب الجزائري. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم تؤمنون بالله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله، الله يسهل.